ميدانيا وفي جولة من الاشتباكات تعد الأعنف منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار في المناطق تخفيف التصعيد في 6 مايو الجاري، تعرضت مناطق في بلدة بصر الحرير الواقعة في الريف الشرقي لدرعا لقصف من ميليشيا الأسد، كما جددت الميليشيات قصفها مستهدفة مناطق عدة في مدينة درعا التي تشهد معارك عنيفة وقصفا مكثفا على مدار اليومين الماضيين بين ميليشيا الأسد والمسلحين الموالين لها من جانب وفصائل المعارضة من جانب آخر. وتركزت الاشتباكات في أطراف حي المنشية ومحيط منطقة سجنة في القسم الغربي من المدينة متزامنة مع غارات صاروخية للمروحيات والطائرات الحربية. وفي حمص فتحت ميليشيا الأسد نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في أطراف بلدة دلتو ومحيطها بمنطقة الحولة في الريف الشمالي لحمص، ما تسبب في سقوط جرحى، كما قصفت الميليشيات مناطق في مدينة تلبيسة في الريف الشرقي لحمص، في حين نفذت الطائرات الحربية غارات عدة استهدفت أماكن في مناطق طفحة وعنق الهواء.